قال وطلحة. وطلحة هو ابن عبيد الله ابن عثمان ابن عمرو ابن كعب ابن سعد التيمي، وهو من بطن القبيلة من قريش اللي منها أبو بكر الصديق، هو من بني تيم اللي كانوا في حلف الفضول، ومنهم عبد الله بن جدعان الرجل الكريم المعروف في الجاهلية. فأبو بكر الصديق وطلحة هم شنو؟ هم الاثنين من بني تيم. وطلحة هو جار النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة. النبي صلى الله عليه وسلم قال جاراي في الجنة طلحة والزبير. قال ولكل نبي رفيق ورفيقي بالجنة عثمان. فديل جيران النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة منو؟ طلحة والزبير، وهم قدر بعض. قال المدائني رحمه الله تعالى قال كان طلحة والزبير وعلي وسعد، الأربعة ديل طلحة والزبير وعلي وسعد كانوا أترابا قدر بعض كلهم، كانوا أترابا وأسلموا صغار كلهم، كلهم أسلموا وهم صغار. طيب وطلحة هو الذي كناه النبي صلى الله عليه وسلم أو لقبه بطلحة الخير وطلحة الفياض وطلحة الجود، ودافع عن النبي صلى الله عليه وسلم دفاعا يوم أحد عظيما، حتى كان يصد السهام بصدره والسيوف بيده، يصد السيف بيده حتى ضربه رجل بالسيف فقطع أصابعه، فقال حس يعني ذول من تحرقوا كده كده. قال النبي صلى الله عليه وسلم لو قلت بسم الله لرفعتك الملائكة. وهو أول من بايع يعني علي رضي الله عنه، وطعن الخوارج في بيعته علي، فقالوا بايعته يد شلاء لأنه يده مشلولة، فقالوا لهم ما بالكم بيد شلت في الدفاع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، دي ما اتشلت في محل معصية ولا منكر، دي اتشلت بالدافع عن النبي صلى الله عليه وسلم. قالت بنته عائشة جرح أبونا يوم أحد 25 جرحا، 25 جرحا كلها في صدره، عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم سماه طلحة الجود وطلحة الفياض. طيب